بحضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، أقيمت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة الدولية والمحلية والاسطبلات الخاصة بتنظيم من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة مراحل سباق الاسطبلات الخاصة والسباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا، حيث ساهمت متابعة وتوجيهات سموه بإعطاء الفرسان حافزا كبيرا لتقديم أفضل المستويات، خصوصا أن توجيهات سموه تعتبر نبراسا للفرسان وحافزا لكسب الخبرة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المستويات البارزة التي شهدتها البطولة تعكس مكانة القدرة البحرينية ومراحل تطورها ووصولها إلى أعلى المستويات، وأشار سموه إلى أن الاتحاد يجني ثمار الخطة الطموحة التي يسير عليها في تهيئة الأجواء المثالية للفرسان خصوصا من فئة الشباب الذين يسيرون بخطى ثابتة نحو مواصلة التألق وازدهار القدرة البحرينية، مشيدا سموه بالعطاء البارز لكافة المشاركين في البطولة. وهنأ سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الاسطبلات الخاصة، مبينا سموه أن الاسطبلات الخاصة تمتلك إمكانيات عالية وتؤكد سيرها في الطريق السليم نحو بقاء القدرة البحرينية دائما في المقدمة. من جانبه أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل والذي أسهم بارتقاء القدرة البحرينية ووصولها إلى مستويات مرموقة على مستوى العالم، مبينا سموه أن هذا الدعم يشكل حافزا كبيرا للاتحاد في مواصلة تحقيق الأهداف المرجوة. وأشاد سموه بالمستويات البارزة التي شهدتها البطولة في كافة السباقات والتي تشكل حافزا لمواصلة توفير كافة الاحتياجات للأسطبلات والفرسان والحرص دائما على المحافظة بالقاعدة المتينة التي تمتلكها القدرة البحرينية، مقدما سموه التهاني لكافة الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى. هذا وتوج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الأسطبلات الخاصة.